بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بيكم في 90 دقيقة. وما زالت توابع زلزال ترشيح الاخوان للمهندس خيرت الشاطر للرئاسة مستمرة. القرار قلب موازين القوى في سباق الرئاسة، وبورصة التوقعات رشحت اسماء هتختفي واسماء اخرى محتمل تدخل السباق. وما زالت الابواب مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت. واليوم الثالث على التوالي كان خبر ترشيح خيرت الشاطر هو الخبر الأول في صحف العالم، ومرة أخرى عادت التساؤلات عن أسرار اللقاء اللي تم بين الشاطر والمبعوث الأمريكي جون ماكين خلال زيارته الأخيرة لمصر. وهل كانت أمريكا على علم بترشيحه ولا لأ؟ وهل هي صدفة أيضا أن يصل إلى مصر وفد من الكونغرس الأمريكي اللي قابله الشاطر النهاردة في اليوم الثالث لترشحه للرئاسة؟ ويبدو ان الاخوان مطلوب منهم هذه الايام اجابات واضحة على ملايين الاسئلة اللي بيسألها المصريين عن اسباب هذه الخطوة. وما اذا كان الاخوان قرروا بالفعل وبشكل نهائي الاستئصار بكل السلطات في مصر، البرلمان والحكومة والرئاسة طبعا الى جانب كتابة الدستور. ورغم الضجة الهائلة اللي اعقبت ترشيح الشاطر الا انها لم تنجح في التغطية على عاصفة الانسحابات اللي بتهدد الجمعية التأسيسية للدستور. والنهاردة أصبح من المؤكد أن الوفد انسحب بشكل نهائي، والمجلس الاستشاري اعترض، والكنيسة أبلغت أيضا المجلس العسكري بانسحابها واحتجاجها على عدم تمثيلها في الجمعية بالشكل الكافي. أما مجموعة 25 اللي كانوا بيمثلوا التيار المدني والمستقلين في الجمعية فهم مجتمعين دلوقتي في حي الزمالك للمرة الثانية وسط تأكيدات بأنهم لن يتراجعوا عن الانسحاب، رافعين شعار ضرورة العودة لمدينة نصر والبدء من جديد من لحظة اجتماع مجلسي الشعب والشورى في قاعة المؤتمرات، وإعادة انتخاب أعضاء لجنة الدستور من جميع المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم. يعني النهاردة مصر بتواجه حزمة من الأزمات السياسية على كل المسارات، الدستور والحكومة والرئاسة، ومصر هي اللي هتدفع الثمن من حاضرها ومن مستقبل أجيالها اللي جاية. ونبدأ بأول أخبارنا النهاردة في 90 دقيقة. حقيقة من أول أخبار النهاردة الخبر الترشيح الشاطر للرئاسة. هذا الخبر كان حديث العالم. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت النهاردة أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشيح أحد كوادرها لخوض الانتخابات الرئاسية وضع مصداقية الجماعة على المحك. وصحيفة الاندبندنت البريطانية اعتبرت أن ترشيح الشاطر تغيير مذهل في مواقف الجماعة، وحذرت من صدام مع الجماعات الليبرالية والعلمانية والمسيحية داخل مصر. أما صحيفة ديليا التركية فحذرت من تنامي الشعور بالإحباط اللي أصبح مسيطر على الشوارع المصرية في ظل تصاعد الصراعات السياسية، وقالت إن ده بيهدد بثورة تانية. تعالوا نشوف ردود الأفعال في الشارع المصري النهاردة إيه على اختيار الشاطر مرشحا للرئاسة من قبل جماعة الإخوان. من هذا المقر أصدر قرار ترشيح خيرت الشاطر لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنذ هذه اللحظة يبدو أن هذا المقر قد دخل التاريخ، لأنه سوف تصدر منه كل القرارات المصرية التي تتحكم في البلاد. يعني أي حد ممكن يرشح، يعني ليه الناس واخدة منهم موقف إن هم قالوا في الأول إن احنا مش هندخل في الرئاسة؟ أنا مش شايف إن في مشكلة أساسا. الإخوان ده فصيل من المجتمع، ما نقدرش إن احنا نفصله ونقول انه مش من المجتمع، انما اللي يفرق اولا البرنامج اللي نازل فيه، محدش اعلن عن برنامج. انا مسلم والاخوان ماشي اوكي، بس انا بحترم الاقليات في البلد ولازم ياخدوا دورهم ولازم ما نظلمهمش. يعني احنا في الاول في الاخر مواطنين، يعني زي ما بيقولوا الدين لله والوطن للجميع. والله شايف ان الاخوان زودوها قوي يعني. والله ما كانوش مقتنعين بالفكره في الاول مع عبد المنعم ابو الفتوح، ورجعوا نقدوا كلامهم تاني، فدي حاجه هتقلل ثقة الشعب في الإخوان اللي ادوهم أصواتهم وما شفناش أي نتيجة برضك في الانتخابات البرلمانية أو أي قرارات مع أنهم سلطة تنفيذية. هم قالوا إن إحنا مش هنعين حد رئيس من عندنا، فهم رجعوا في كلمة بتاعتهم
فالمفروض يبقى فيه مصداقية. وكان أفضل إن هو يبقى فيه تمسك بالرأي اللي هم طلعوه في البداية، ودي كانت هتديهم مصداقية كبيرة. خير الشاطر يعني خير واحد يترشح لرئاسة الجمهورية. الراجل ده ظلم كتير، اتحبس كتير، واتحكم عليه حكم كبير، والراجل ده شبعان أصلا يعني. والله الخطوة دي خطوة يعني لا هي سلبية ولا هي إيجابية، واللي اختاروا الشعب هو اللي يمشي هو اللي يكون. الفكرة كلها ان هو يعني هم خدوا مجلس شعب وقال لك مش هناخده، تمام. خدوا مجلس شورى مش هناخده، تمام. أغلبية طبعا كل ده، هم أصلا هيعملوا الدستور، تمام. قال لك مش هنرشح حد للرئاسة، تمام. بعد كده طلعوا من يومين قال لك خيرة الشاطر. طب ماشي، يعني دلوقتي هو الرئيس بتاعك، هو مجلس الشعب بتاعك، مجلس الشورى بتاعك، نقابات بتاعتك، والناس مش فاهمة حاجة. السؤال الآن، هل سيستمر هذا المكان في المشاركة بصياغة مستقبل البلاد السياسي، أم أن الأيام القادمة سيكون لها رأي آخر؟ ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. أنا مش بضرب الودع ولا بقرا الفنجال، بس عندي كده إحساس خافي جوايا بيقول لي إن في مفاجآت هتحصل خلال الأيام القليلة القادمة. مفاجآت من العيار التقيل. مرشحين بقى هينزلوا جداد، مرشحين هينسحبوا، لكن أقدر أقول لكم إحساسي بيقول لي، إحساس الصحفي، إن في مفاجأة هتحصل. هذه المفاجأة هتكون كرد فعل على موضوع ترشيح الشاطر من قبل جماعة الإخوان. لكن هتحصل ازاي هذه المفاجأة؟ هل المفاجأة دي تتمثل في ان في مرشح قوي جدا هينزل لم يكن احد يتوقعه ينزل في الفترة الأخيرة ويرشح نفسه في الانتخابات؟ احساسي بيقول لي كده، ان في مفاجأة، في مفاجأة في باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. واتوقع ايضا وافتكروا كلامي ان باب الترشيح ده ممكن يمتد شوية كمان، يمتد له يمكن كمان يومين ثلاثة اسبوع، لكن احساسي بيقول لي ان في مفاجأة هتحصل في الاسماء المرشحة لانتخابات الرئاسة. مين وازاي وفين؟ الايام القادمة القليلة هترد على احساسي او على تكهناتي. النهاردة التقى علماء الدعوة السلفية بالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في اطار لقاء ائتلاف القوى الاسلامية بمرشح الرئاسة ضمن مبادرة مرشح اسلامي واحد، منعا لتفتيت الاصوات وضمانا لاجتماع كل قوى التيار الاسلامي خلف مرشح واحد. وترددت انباء عن ضغوط على الدكتور محمد سليم العوى والشيخ ابو اسماعيل لصالح المهندس خيرت الشاطر. معنا على التليفون الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. هل استقريتوا على مرشح اسلامي واحد النهاردة في الاجتماع؟ انا اجتماع حضرتك اجتماع الهيئة النهاردة؟ الهيئة النهاردة مجتمعة مع اللواء ممدوح قطب. ايوه. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ولا يزال معنا الان على طاولة المباحثات والمفاوضات والمناقشات حول رؤية سعادته فيما يتعلق بملف الحكم وشؤون الرئاسة والوضع الداخلي والخارجي وملف التنمية الاقتصادية والنهضة النفطية المرتقبة ومسائل من هذا القبيل، وما يزال سعادته عندنا واحنا بنتناقش. لا يا فندم، يعني انا اسف، بتوقع يعني لم يتم التوافق حتى الان ما بينكم على اختيار مرشح اسلامي واحد. لسه بدري على هذا يا استاذ عمرو، لان احنا بنتحدث الان عن فتره لا يزال الباب فيها مفتوحا لكثيرين، وانت توقعت وتمنيت ويعني بتامل ان يكون هنا مفاجاه، وقد توجد هذه المفاجاه وغيرها وغيرها. انت متفق معايا ان في مفاجاه هتحصل؟ والله هو ترشح المهندس خيرت بذاته يعتبر مفاجأة. فحصلت مفاجأة اهي، وقد توجد مفاجأة ثانية، وقد توجد مفاجأة ثالثة. ولا تزال الأيام حبالة بالأحداث والمواقف. ورأيكم إيه يا فندم في ترشح المهندس خيرت الشاطر؟ والله رأينا أنه مارس حقه الطبيعي كمواطن مصري، له أن يترشح ما دامت عنده الكفاءة والأقدرية لشغل هذا المنصب. لكن هل هناك اي ضغوط تمت او حصل حوارات مع الدكتور محمد سليم العوى او مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل للتنازل لصالح المهندس خيرت الشاطر؟ الهيئه الشرعيه التقت بالكل وفي كل لقاءاتها قالت للجميع هل عندكم استعداد لانه يحصل قدر من التفاهم او التنازل
او كذا. كانت الاجابات من الكل بتقدم مصلحه مصر، لكن ده طبعا بيبقى مشروط عند الكل برضه، لان ده فيه قدر من الاسباب الموضوعيه لهذا، والا فكل واحد من هؤلاء المرشحين انفق ملايين حتى الان علشان يقف قدام المصريين بشكل لائق ويقدر يوصل لجموع المصريين في مختلف المحافظات. مش من حقي ولا من حق غيري اقول له فلان اتنازل عشان فلان، لا. التنازل ده لو جه لازم يجي بقناعه شخصيه وبقناعه بالاجداريه وبان الشخص ده هو المناسب لمصر في هذه المرحله. وطبعا كل المترشحين قامات كبيره جدا واسماء لامعه في سماء مصر بشكل واضح جدا، وبالتالي انك انت تملك انك تقول لواحد اتنازل علشان فلان او اقعد علشان فلان، ده الكلام ده يعني اعتقد ان هو ليس من السهوله بالمكان ولا في ايد الهيئه الشرعيه ولا في إيد. لكن سيادتك مش شايف ان ترشيح المهندس خيرت الشاطر هيعمل تفتيت بين الاصوات بالنسبه للمرشحين على خلفيات اسلاميه؟ انا الحقيقه كلمه تفتيت ومش تفتيت واصوات والاسلاميه وكذا، الحقيقه احنا في مشهد وطني جميل وراقي، انه يترشح فلان وفلان وفلان وكلهم من المعروفين بتدينهم ومعروفين بانتسابهم الى الاخلاق الفاضله والى المناهج السليمه والصحيحه، ده كل شيء ايجابي. مساله بقى انفكت الاصوات ونتحول لمعسكرات جوه مصر، دي مصر ورياسه بلد، ما هياش منافسه على مقعد جوه مجلس الشعب عشان نقول لا، لكل واحد الحق ان هو يترشح، كل واحد الحق ان هو يمارس حقوقه السياسيه، وللمصريين الحق ان هم يفضلوا بين المرشحين، وللمصريين الحق ان هم يختاروا فلان وغيرهم يختار فلان وغيرهم يختار فلان. مسألة تفتيت الأصوات دي مسألة الحقيقة انا مش شايفها يعني حاجة ينبغي ان نلتفت ليها. المصريين يختاروا ويختاروا بنزاهة ويختاروا من غير ضغوط، لا من الهيئة الشرعية ولا من غير الهيئة الشرعية، ليها الحق لا تضغط على مرشح ولا تضغط على. كلام واضح جدا، شكرا جدا دكتور محمد يسري. أزمة الجمعية التأسيسية للدستور لا تزال مستمرة، من الواضح انها بتتعقد كل يوم والتاني. النهارده اعلنت الكنيسه المصريه بشقيها الارثوذكسيه والانجيليه انسحابها رسميا من اللجنه التاسيسيه للدستور، وكمان الوفد اعلن كمان انسحابه رسميا من الجمعيات التاسيسيه. وكان في امبارح بالليل اجتماع مغلق بين 5 شخصيات عامه وممثلين عن حزب الحريه والعداله، لكن الاجتماع وصل لطريق مسدود. اما النائب الاخواني محمد البلتاجي اعلن عن تشكيل لجنه 9 للتفاوض على توسيع قاعدة المشاركة في الجمعيات التأسيسية من غير نواب البرلمان، وتوصلوا بصفة مبدئية إلى إحلال عدد من الكوادر التي لم يتم انتخابها سواء كأعضاء أصليين أو احتياطيين محل عدد من الأعضاء الحاليين في الجمعية بالشروط والقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين كل الأطراف. لكن بيفضل طرح جديد قدمه المجلس الاستشاري في اجتماع طارئ امبارح بالليل. المجلس طلب من المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري جديد لوضع ضوابط ومعايير لتشكيل اللجنه. معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ يوسف سيدهم عضو المجلس الملي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا يا استاذ عمرو. ايه اسباب الانسحاب يا فندم من الجمعيه التاسيسيه؟ انا الحقيقه بسمع منك اسباب الانسحاب، لان انا عايز اعلق على موضوع الانسحاب اصلا. اتفضل. الاعلام عمال يردد تعبير الانسحاب. انا كنت طرف في اجتماع مشترك بين المجمع المقدس والمجلس الملي العام، ولما اثير موضوع الهواجس المرتبطة باللي بيحصل في الجمعية التأسيسية، الانبا باخوميوس القائم مقام البطريركي قال احنا بيطلبونا بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، كيف ننسحب من شيء لم ندخله؟ احنا كنا متصورين لما كان في كلام على معايير اختيار الجمعية التأسيسية ان من ضمن اطياف المجتمع اللي هتدعى ان الكنيسة ترشح رجال دين، وانا بكرر تاني رجال دين مش علمانيين، وان مؤسسة الازهر هترشح مشايخ. لكن احنا لم ندعى حتى الان لترشيح احد من رجال الدين ليمثل الكنيسة، فكيف ننسحب من شيء لم ندخله اساسا؟ فانا اتصور ان ما يردده الاعلام عن انسحاب الكنيسه هو بيان
يعبر عن قلق الكنيسة مما يحدث لهيمنة تيار الأغلبية البرلمانية على الجمعية التأسيسية، إنما ما هوش انسحاب بالمعنى المفهوم. ده يمكن يخليني أسألك يا أستاذ يوسف، طب إيه موقف الكنيسة من اللجنة نفسها؟ هتعملوا إيه عشان خاطر يبقى ليكوا وضعية في الدستور الجديد؟ طب ما هو قطعا إنه المجلس المالي العام أصدر بيان بيرفض ما يحدث بالتأكيد. والكنيسة أصدرت بيان برضو بيعبر عن قلقها مما يحدث. فالبلد كلها مستاءة من انه الاغلبية البرلمانية بتتعامل مع الجمعية التأسيسية وكأنها تصويت بالاغلبية على دستور مصر، وده كلام مش ممكن هيحصل ومش ممكن الشارع هيسمح به. طيب ماذا صحة المعلومة اللي بتقول ان الكنيسة قررت دعم المهندس خيرة الشاطر للرئاسة؟ صحة هذه المعلومة ايه؟ انا بسمعها منك الحقيقة، انما انا لا اعلم عن حاجة زي كده. بشكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ يوسف سيدم عضو المجلس الملي رئيس تحرير جريدة وطني. معنا على التليفون أيضا الأستاذ حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد. أهلا بيك أستاذ حسام. أهلا بيك يا فندم. إيه شروط حزب الوفد للمشاركة في الجمعية التأسيسية؟ الحين النهاردة كان طلع الجواب، طلعنا جواب في فؤاد بدراوي طلعه سكرتير عام الحزب وتسلم للجمعية التأسيسية بانسحاب أعضاء الوفد، لأن كان في كلام ان الاعضاء عندنا او بعض الاعضاء التانيين ما انسحبوش ولكن بيغيبوا. احنا النهارده بعتنا جواب رسمي سلم رسميا اننا منسحبون من الجمعيه. يعني ده الاصل في الموضوع. الحاجه الثانيه، الكلام اللي كان بيتقال طب هنشيل خمسه ونحط خمسه، ما انت هتشيل خمسه وتحط خمسه من الاحتياطي ولا احتياطي القصه. احنا الخلاف عندنا كان مش ان الوفد مثلا ليه اربعة عاوزين اتنين ولا التجمع مالوش، لا احنا مختلفين اصلا على الصياغة الاصلية والتقييم في اختيار جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية بتحط الدستور لمصر، دستور لمصر هنا مفيش اغلبية واقلية. اي قرار تاني نوافق عليه بالديمقراطية والاغلبية. حتى رئيس جمهورية مصر العربية لو طلع 50.25% موافقين باختيار شعب. إنما في الدستور حتى لو في 25% معارضين لمواد دستورية ما ينفعش، ده دستور بلد له، والدستور ما يتحطش على أغلبية ممكن تتغير على 4 سنين. يبقى معنى كده كل 4 سنين هنغير دستور مصر. الحاجة الثانية إن في أصل الموضوع ما كانش فيه مشكلة، المشكلة حصلت من البداية. لو نفتكر نفتكر لجان مجلس الشعب فبدأ يبقى فيه عدم ثقة. ندخل على قلنا مش مشكلة لجان مجلس الشعب كلها ياخدوها كلها، المهم عندنا دستور مصر. دخلنا على الجمعية التأسيسية بصينا لقينا قلنا الوفد كان بيقول 30% من جوه و 70% من بره، واما قدمنا اقتراحنا كان اقتراح مش عقلاني كنسب. احنا قلنا ليه 30%؟ لان احنا جبنا 70% الاول. بعد ما جبنا 70 فضل 30، قلنا هم دول 30، ما قعدناش نلعبها نسب. فوجئنا ان الحريه والعداله كانت بتقول 40% واتكلموا مع الناس كلها وقالوا طب انتوا بتقولوا 30 واحنا بنقول 40 هنخليها 33 يعني قلنا هنقربها. ولكن حصل تحالف بينهم وبين السلفيين وبقت 50% لان السلفيين كانوا طالبين. ومعروف هذا الموضوع في تاريخه، لكن الان الوضع الان هل هناك شروط جديده لحزب الوفد للعوده مره اخرى للجمعيه التاسيسيه ام لا؟ الشروط واضحه حضرتك، ان نبدا من نقطه الصفر، ينسحب اعضاء من اللجنه التاسيسيه نفسها وتعاد اللجنه التاسيسيه من الاول. هنا مش بنتكلم على الوفد، الوفد طلع بره، الكتله او المصريين الاحرار طلع بره، الحزب الديمقراطي طلع بره، الازهر طلع بره، المحكمة الدستورية طلعت بره، الكنيسة طلعت بره، كل ده ما بيمثلش للي ما بيشوفش يشوف. كلنا غلطانين، أكيد في حاجة غلط. الغلط بقى ما فيهوش مساومة. طيب. يعني كان الكلام بيتقال إيه؟ إحنا كنا طالبين إن المواد تبقى بالتلتين، يعني التمرير هيبقى بالتلتين والتلت. على الأقل يبقى 75% من الناس راضيين على اللي جاب صح. تمام. بدأ يتقال إيه؟ طب ما يبقى 55. طب ما يبقى 60. ليه المساومات اذا كنا يقولوا ان احنا كلام واضح جدا. سؤال اخير ليك الاستاذ احمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد، موجود الان في المؤتمر الذي يعقده المرشح لرئاسه الجمهوريه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح،
واعلن الدكتور احمد عز العرب تأييده للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في منصب رئيس الجمهورية. هل هذا هو موقف حزب الوفد ام لا؟ لا يا فندم، مش موقف حزب الوفد ده. اذا كان استاذ احمد العرب عمل كده يبقى بصفة شخصية، مع احترامي للدكتور عبد المنعم الفتوح، مع ان انا كحسام الخولي في المكتب التنفيذي الاولاني اديت صوت للدكتور عبد المنعم الفتوح، ولكن بعد كده ما اتغير التزمت بقرار حزب. ولكن اي حد يدي القرار ده قرار شخصي، ولكن مش يعني اذا نائب رئيس حزب الوفد يتحدث بصفته الشخصية وليس بصفته الحزبية، هذا من المؤكد، لان اللي بياخد القرار هي الهيئة العليا. شكرا جزيلا استاذ حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد. النهاردة الاستاذ رامي لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية فجر يعني قنبلة من العيار الثقيل عندما اعلن ان حزب الاصلاح والتنمية يعني يدعم او يتبنى ترشيح سيادة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة في منصب رئيس الجمهورية. معنا التليفون الاستاذ رامي لكح، اهلا بيك. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا استاذ رامي. انتوا فعلا النهاردة اخترتوا الفريق سامي عنان كمرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الاصلاح والتنمية؟ لا، اللي احنا قلناه ان من 48 ساعة حزب الاصلاح والتنمية، ان حزب الاصلاح والتنمية امبارح اخد قرار بخوض انتخابات الرئاسة بعد التطورات اللي تمت في الساحة السياسية خلال 48 ساعة اللي فاتت، وان حزب الاصلاح والتنمية قدامه ثلاث خيارات، اما ترشيح رئيسه محمد انور السادات من عائلة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وشقيق المناضل السياسي طلعت السادات، او دعم احدى الشخصيات المترشحة الان كدكتور عمرو موسى او المهندس خيرت الشاطر او الدكتور ايمن نور او اي حد متقدم، او دعوة احدى الشخصيات السياسية كالفريق سامي عنان بخوض الانتخابات الرئاسية تحت مظلة حزب الاصلاح والتنمية. ده اللي احنا قلناه، واحنا نأمل ان الكلام ده هيتعرض يوم الخميس على الهيئة العليا وهنتخذ قرار في هذا الموضوع كهيئة. طب هل انتوا فتحتوا الفريق سامي عنان في هذه الفكرة ولا ده مبادرة من الحزب فقط؟ لم نفتحه، هذه مبادرة من الحزب ان احنا نبحث عن أن يترشح في هذه الانتخابات الرئاسية أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية السياسية وقادرين على التحديات اللي بتواجه مصر في. طب اسمح لي أسألك أستاذ رامي، حيثيات اختياركم أو ترشيحكم للفريق سامي عنان لمنصب رئيس الجمهورية إيه؟ هل ده بعد موضوع ترشح المهندس خيرت الشاطر عن حزب الحرية والعدالة؟ لا، اولا احنا بنرحب بدخول المهندس خيرت الشاطر انتخابات الرئاسة، وده ثراء لانتخابات الرئاسة اصلا، لان المهندس خيرت الشاطر قيمة مصرية، قيمة فكرية، رجل سياسي ورجل اقتصاد من الدرجة الاولى، تم اضطهاده لسنين ولكن شاء قدر ان يرجع مرفوع الرأس، وإن شاء الله يعمل معركة مشرفة، وقد يختار الحزب أن يكون الحزب داعم له. اختيارنا أو ترشيحنا أو احتمال أن احنا نطلب من سيادة فريق سامي عنان أن يترشح، أن فريق سامي عنان من الناس اللي كانوا مع الثورة من أول لحظات قيامها، وأن الفريق سامي عنان قادر انه رجل دولة وقادر انه يتحمل المسؤولية السياسية للبلد في هذه اللحظات الحاسمة، وقد يحدث اجماع شعبي عليه. الاستاذ رامي لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية، شكرا جزيلا لك. هنطلع فاصل اعلاني ونعود نستكمل اخبارنا في 90 دقيقة. اهلا بكم من جديد في 90 دقيقة. رغم نفي مرشح الرئاسة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حصول والدته على الجنسية الامريكية، الا ان الازمة ما زالت مستمرة، وهناك معلومات غير مؤكدة بتقول ان والدة ابو اسماعيل دخلت مصر في شهر اغسطس عام 2009 بجواز سفر امريكي. هذا كلام منشور على مواقع النت ونشرته بعض الصحف النهاردة،
وخبراء القانون بيقولوا انه لو ثبت حصول والدة ابو اسماعيل الجنسية الامريكية في اي فترة من فترات حياتها حتى لو تنازلت عنها هيتم استبعاده من سباق الرئاسة. كمان على مدار الايام اللي فاتت المدونين والنشطاء السياسيين تداولوا صورة ورقم جواز سفر امريكي يحمل اسم والدة ابو اسماعيل، الا ان ابو اسماعيل قال ان والدته تحمل الجرين كارد فقط، كانت حصلت عليه لزيارة اخته بامريكا. معنا على التليفون المهندس هاني حافظ المتحدث باسم الحملة المركزية لمرشح الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل. اهلا بك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فعلا والدة الشيخ حازم بتحمل الجنسية الامريكية؟ لقد اكدنا مرارا واكد الاستاذ حازم بالامس مجددا ان والدته لا تحمل الجنسية الامريكية، يعني هو واكد ان هي كانت مجرد بتحمل الجرين كارد. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه بس عشان تبقى الامور واضحه. اتفضل. يوم الجمعه اللي فات وذهاب الاستاذ حازم باوراق التوكيلات الى لجنه العليا للانتخابات وما واكب ذلك من يعني اجتماع حشود كبيره معه ده اخاف قوة كثيره جدا في البلد لم يكونوا ابدا يعتقدوا انه بهذه الشعبيه. فاللي احنا شايفينه دلوقتي ان اللي بيحصل ده ما هو الا رد فعل لهذه الشعبيه العارمه اللي هم شايفينها، بينما موضوع الجنسيه الحقيقه الموضوع بسيط جدا. طب ما اللجنة العليا للانتخابات هتستفسر، بعتت لجهتين، بعتت لوزارة الخارجية المصرية عشان تستفسر من وزارة الخارجية الأمريكية، وبعتت لجوازات والهجرة، وهتيجي الردود وهتخرج الإجابات. فما السبب في ان هو إثارة هذا الموضوع بهذه القوة في هذه الأيام؟ هو السبب الحقيقة واضح ان هم عايزين يستغلوا فترة الترقب دي بعض وسائل الإعلام في ان هم يحاولوا ان هم يكسروا في المرشح ويزعزعوا ثقة الناس. طيب استاذ هاني اسمح لي، ايه حقيقة انها دخلت مصر في عام 2009 بجواز امريكي حتى برضو نوضح الحقائق للرأي العام؟ والله بص يا استاذ عمرو، احنا عمالين نسمع كلام كتير جدا بقالنا كذا يوم بيقولوا جواز سفر ومش عارف حاطين رقم معين وحاجات، واحنا الحقيقة يعني امام ذلك نقول البينة على من ادعى. ما يجيش حد يوغي حاطط لي شويه ارقام كده على الانترنت ويقعد يبعثها هنا وهناك. لا، استاذ حازم ذهب وطلب ان يطلع على هذه الاوراق وهذه الاثباتات اللي بتدل على ذلك، والى الان لم يستجاب الى طلبه. فبالتالي الاستاذ حازم توجه الى مجلس الدوله ورفع قضيه عشان يعرف ويستبق هذا الامر. فاحنا بنطالب البينه على من رفع. يا فندم قضيه بخصوص ايه يعني؟ في حواها ايه؟ فحواها ان هو لابد ان يطلع على هذه المستندات حتى يستطيع، ما يجيش يسيبونا لغايه اخر لحظه حتى لا يبقى الا 48 ساعه في الطعن، ان ما احنا ما نلاقيش وقت عشان حتى يعني يبتدي يدونا الاوراق دي فما نلحقش ان احنا نطعن. فاحنا عايزين من دلوقتي من حقنا ان احنا نعرف ايه الكلام اللي عمال يتردد. اما عنا فنحن لا نعلم. الاستاذ حازم قال انه لا يعلم انها تحمل جنسيه امريكيه ويؤكد ذلك، فاللي بيقول غير كده يجيب المستندات ويورينا. هل تلقيتم اي اخطارات قضائيه بخصوص الدعايه خلال فتره الحظر؟ لم نتلقى ابدا، وما تردد ده غير صحيح. انا كنت قاعد مع المستشار حاتم بجاتو ولما كانت وسائل الاعلام بتردد ان هو ادى البلاغ ضدنا، فاطلعني على ما كتبه ان هو تقدم ببلاغ عن مواطنين، مش حمله ولا استاذ حازم، مواطنين قاموا بحمل لافتات لكن لم يتقدم ابدا ضدنا باي حاجه. هل هناك مفاوضات لتنازل الشيخ حازم لصالح الأستاذ خيرت الشاطر؟ الأستاذ حازم أكد بالأمس أنه مستمر في سباق الرئاسة ولن يتنازل مطلقا، وسوف نكمل السباق بمنتهى القوة إن شاء الله. طب هل أنتم منزعجين من ترشيح الشاطر؟ والله يا أستاذ عمرو احنا حقيقة ما عندناش هذا الانزعاج. يعني أعتقد أن موقف الإخوان الآن ليس بالموقف القوي الحقيقة، يعني وأنت تعلم كيف يعني تناول المصريين موضوع اللي هو يعني هما وعدوا بشيء عايزين تراجعوا فيه وهكذا، فنحن نستشعر بالعكس أن الموضوع يمكن يكون لصالحنا مش ضد. أستاذ هاني معانا ولا مش معانا؟ أنا معاك. معانا، اتفضل يا فندم. طب أصل يعني المعلومات أو التسريبات الصحفية تقول أن حزب النور يتجه لدعم المهندس خيرت الشاطر، هل لكم تعقيب على هذا الموقف إن صح؟ والله إحنا ننتظر ونرى. يعني هما هيقولوا بدل ما نقعد نستبق ونقول حاجات مش عارف، خلينا نقول يعني ننتظر ونشوف هما هيقولوا إيه. ولكن على العموم يجب أن نعلم أن حزب النور له أفراده يعني المنتشرين في الجمهورية لهم رأي ربما يكون آخر مختلف عن قيادته. لفت نظر البعض النهارده ان الموقع الخاص بالاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل كان بيذيع فيديو عباره عن
احد اعضاء حزب الحريه والعداله وهو بيحرق الكارنيه بتاع حزب الحريه والعداله، وهو كتب تحتها خبر مفاده ان هو بيحرقه اعتراضا منه على ترشيح المهندس خيرت الشاطر. هذا الفيديو وضع على موقع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، تعقيبك ايه؟ انا لا اعتقد ان هو اتحط على الموقع، انه في مواقع كثيره فقد يكون اختلط عليكم الامر. فاحنا حاجه زي كده عندنا يعني. ولكن يعني انا طبعا مش عايزين ان هو تصل الى حد الصدامات او حد ان يبقى الناس تصل الى رد افعال يعني قويه بهذه الدرجه. ولكن لا شك ان الناس مش راضيه ابدا عن هذا القرار اللي اتخذته حزب الحريه والعداله والاخوان والرجوع عن الوعد اللي هم وعدوه. واعتقد ان كثير من شباب الاخوان اليوم يشعرون بغصه من نتيجه هذا القرار. الاستاذ هاني حافظ المتحدث باسم الحمله المركزيه للمرشح حازم صلاح ابو اسماعيل، شكرا جزيلا لك. الرئيس الفلسطيني حضر للقاهرة النهاردة وافتتح السفارة الفلسطينية الجديدة في التجمع الخامس. نشوف التقرير ونرجع تاني. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع اليوم حجر الأساس لمقر جديد لسفارة فلسطين بالقاهرة. وهذا تعبير قليل وبسيط ولكنه هام، أن يوجد هذا البيت الفلسطيني في مصر، لما تعنيه العلاقة المصرية الفلسطينية من أواصر تمتد عبر التاريخ. وفي كلمته بهذه المناسبة تطرق أبو مازن للأوضاع الفلسطينية الراهنة على المسار السياسي مع إسرائيل وعلى صعيد المصالحة مع حماس. كل انتخاباتنا ديمقراطية ومكشوفة، فيها من الشفافية الشيء الكثير، ونريد أن نعود إلى الديمقراطية، ومن ينجح في الانتخابات فمن حقه أن يمسك زمام الأمور. أريد أن أدعوكم جميعا لزيارة القدس. ولا تستمعوا إلى الفتية التي تحرم الذهاب إلى القدس. بلاش بنروح أحياء. بنروح أحياء بالملايين مش شهداء. ليش أنتم مطممين نروح شهداء؟ يا أخي بنروح أحياء مصر. وزير الخارجية المصري شارك الرئيس الفلسطيني وضع حجر الأساس، ومن جانبه أعلن وزير الثقافة المصري أن الوزارة ستتكفل بإنشاء المركز الثقافي الفلسطيني. وإن شاء الله ستكون هذه سفارة دولة فلسطين، دولة فلسطين التي ستقام على سائر الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشريف. ألف مبروك لكم وللشعب الفلسطيني. المركز الثقافي ده مجرد حاجة رمزية بسيطة بنقدمها لإخواننا في فلسطين، وهو مركز ثقافي فلسطيني في مصر، يعني سيقوم بخدمة المصريين والفلسطينيين وكل العرب وكل المثقفين في العالم كله. فهذا المقر اللي هو ستقام عليه سفارة فلسطين هو يعني نوع من إيه، قد إيه الفلسطيني بقى مصري الهوى. يعني احنا قاعدين هنا، قاعدين سفارة فلسطين دي تجسد الحقيقة بين الشعبين المصري والفلسطيني. سفارة لدولة فلسطين، مبنى وملك لفلسطين على الأرض المصرية، هذا أمر مهم للغاية. هناك أكثر من سفارة موجودة لمصر على الأراضي الفلسطينية، وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تحاول فيه إسرائيل إنكار الهوية الفلسطينية. مصر دائما السباقة لكل خير ومكرمة وتأييد ونصرة لشعب فلسطين وللقضية الفلسطينية على مدى التاريخ. مقر جديد للسفارة الفلسطينية في القاهرة يرسخ لعلاقات تاريخية ويشير إلى رؤى مستقبلية جديدة في عهد جديد في مصر بعد الثورة. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور. منذ فترة أصدر الحاكم العسكري قرار بتخفيض مدة المحكوم عليهم في قضايا المخدرات وغيرها إلى نصف المدة.
دون أن يشمل هذا القرار من صدر ضدهم حكما بالمؤبد، اللي بقى يساوي بعد التعديل التشريعي اللي صدر في عام 89 حكما مدى الحياة. يعني المحكوم عليهم بعشرة وخمستاشر سنة بالسجن خرجوا على نص المدة، واللي محكوم عليهم بالمؤبد هيفضلوا محبوسين طول عمرهم. جات لي خطابات من مجموعة من السجينات اللي قضوا أكثر من 20 سنة في السجن نتيجة تضررهم من هذا القرار، بيطالبوا بتعديل القانون عشان يسمح لهم أيضا بالخروج في نصف المدة. خدت كاميرا 90 دقيقة ورحت سجن القناطر وقابلتهم واتكلمت معاهم وشفت هم عايزين ايه. تعالوا نشوف ايه اللي دار في تقريرنا من داخل سجن القناطر ونرجع تاني. النهارده انا نزلت هنا الى سجن القناطر للنساء. المشكله الرئيسيه ان في ناس محكوم عليهم بالاشغال الشقه المؤبده. الاشغال الشقه المؤبده معناها ان الناس محكوم عليهم الى مدى الحياه، لكن العرف جرى انها تبقى 25 سنه. كان صدر قرار من الحاكم العسكري من فتره بتخفيض المدد لبعض المحكوم عليهم بقضايا المخدرات وغيره الى النص، يعني اللي محكوم عليها ب 15 تبقى 7 سنين، محكوم عليها ب 10 تبقى 5 سنين، لكن للاسف الشديد ده انطبق على الجميع، لكن اللي واخدين مؤبد اللي هو 25 سنة عشان مش معرف القانون 25 سنة صدر هذا القرار ولم يطبق عليهم، رغم ان هم اولى بكتير جدا ان هم يطبق عليهم هذا القرار، لان هم مش معقولة هيقعدوا في السجن مدى الحياة. واذا كان ان احنا طبقناه على واخدين 10 و 15 يبقى اولى نطبقه على هؤلاء اللي هو معروف ان هم 25 سنة، لما يطبق عليهم القانون تبقى 12 سنة و 15 سنة، وفي حالات هنا موجودة بقى لها 20 سنة ولم ينطبق عليها هذا القرار. واحنا جايين هنا عشان نطلق نداء للسيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بأن يصدر قرار زي ما شمل هذا القرار السابق تخفيض المدد للعقوبات للنص فيما يخص جميع العقوبات، أن يشمل ده أيضا المحكوم عليهم بالمؤبد اللي هو 25 سنة. وحقدم لكم بعض نماذج لهذه الحالات النهاردة. اسم حضرتك ايه؟ نادية فؤاد عبد الحميد. عليك قد ايه يا ست نادية؟ تأبيدة. تأبيدة يعني كام سنة؟ بيقولوا دلوقتي 25 سنة واحنا قضينا 22 سنة. قضيت ايه حضرتك؟ مخدرات. بقالك 22 سنة. ايوه. طب القرار اللي طلع ده ما انتوا ما استفدتوش منه بحاجة؟ ما قالوا ما شملناش. طب طلباتك ايه؟ طلباتك انت ايه؟ طلباتي اللي انا عايزة اروح لعيالي بس انا وزمايلي. طيب ايه اسم حضرتك ايه؟ انتصار عبد الحميد. حضرتك واخده حكم ايه؟ مؤبد. قضيت ايه؟ مخدرات. بعدين ايه اللي حصل؟ العفو شمل المواد كلها والاحكام كلها صغيره وكبيره، وفي مؤبدين روحوا على نص المده. واحنا كده قرار الرئيس المجلس العسكري اللي طلع بتخفيض المدد للنص، لكن ده ما انطبقش عليكم انتوا ليه؟ ما انطبقش علينا عشان الماده 34 و33 المفروض مناقشتها في مجلس الشعب مستنيين. فاحنا بتقول ايه الماده دي تعرفي؟ الماده اللي انا اعرفه ان بتقول الماده دي ان احنا متخطرين من 89 سنه، من اول 89 لغايه بعد كده مدى الحياه. مؤبد يعني مدى الحياه؟ مؤبد يعني احنا عارفين المؤبد يعني 20 25 من زمان. دلوقتي مدى الحياة. من قبل 89 دلوقتي مدى الحياه. هم معذورين في المصلحه، مش عارفين هيحسبوا لنا النص على اساس ايه. ايه المطلوب النهارده؟ انا جاي مخصوص عشان اسمع شكوتكم. ايه المطلوب؟ المطلوب ان هم يشيلوا عننا الماده ويرحمونا ويسوونا بالاحكام الثانيه. هل احنا بعنا مخدرات وهم باعوا فاكهه؟ ما هي دي مخدرات ودي مخدرات. تمام. ايه حضرتك في حكم هنا ايه؟ تأبيده. تأبيده. قضيت ايه؟ المخدرات. بقالي كام سنه؟ بقالي 22 سنه. 22 سنه. ليه ما خدتيش عفو في نص المده زي الباقيين؟ ما اعرفش ليه، هم جزقوها، عملوا المخدرات مجزقه. هما ناس فعلا باعت حاجة تانية واحنا بعنا مخدرات. احنا لو ماشي هو بيقول احنا اذينا البلد، يجربنا يدينا فرصة، يدينا فرصة، يدي الناس دي كلها فرصة. الناس بعد كده اللي اتمسك ان شاء الله يا رب يعدموه، هو غير هو جني على نفسه، انما هو مش مدرجين يدونا فرصة، عملوا لنا شوكة في ظهرنا. الناس اللي طلعت من غير المادة واحنا اللي علينا المادة. فريق كم سنة؟ 23 سنة في السجن. 23 سنة؟ واخدة مؤبد. واخدة مؤبد.
طب انت ما خدتيش ليه ما خرجتيش ليه زي ما الباقيين بيخرجوا؟ ربنا بقى عاوز كده اعمل ايه؟ انا راضيه برحمه ربنا و23 سنه في السجن ما اعرفش عن اهلي اي حاجه. فنفسي بقى اشوف الاوضاع على عيالي وموت من الصبح. حد ينجدنا، ارحمونا وسوونا بغيرنا، زينا زي الناس كلها، احنا عملنا ايه لكل ده؟ مطلوب مننا ان احنا نموت جوه السجن، حتى لو غلطنا، الغلط غلطه ربنا بيسامح، سامحوا الناس كلها سامحوا. هو المفروض النهارده بما ان في قرار طلع بتخفيض المده للنص ينطبق على الكل، بس لازم نعرف بقى المؤبد ده كام سنه؟ ما مفيش حد بيتحبس بقى الحياه كمان، مظبوط؟ انا من سوريا وبلدي بتتحرق هنا. عيالي بقى لي 20 سنه ما شفتهمش، انا 21 قفلتهم اهو، عايزه اروح بلدي كفايه كده. انا 21 سنه ايوه ما بشوفش. قضيه ايه حضرتك؟ خالص مخدرات. غلطنا وخدنا جزائنا، هنقعد اكتر من كده؟ عايزه ايه؟ تقولي ايه يعني؟ عايزه امشي، عايزه اروح انا وزمايلي، عايزه امشي اشوف عيالي. انا تعبت من الغربه، تعبت، عيالي هناك ميتين عايشين مع ربنا. كل الناس بتروح، الثلاث سنين روحت والعشر سنين وكله ست سنين كله روح، واحنا اللي ما روحناش، وعيالنا ما نعرفش عنهم حاجه، ما نعرفش اي حاجه عن عيالنا. انتوا بتطالبوا بتعديل الماده دي؟ اه بتعديل، يكون المؤبد ده ليه مده، يقولوا 20 يقولوا 25. عارفين عارفين يومنا بقى، وتاخدوا نفس الامتياز اللي خدوه زمايلكم في العفو، انه تطلعوا في نص المده. اه عايزين نروح على نص المده، والنبي يا باشا ربنا يخليك. كفايه كده، انا عاوز اربي انا والنبي يا باشا، بس اولادي انا عاوز اربي على اولادي والله. ظلم ولع شكلها ايه؟ عموما اللي انا عايز اقوله هنا، وانا النهارده في سجن القناطر، الوضع اللي موجود في سجن القناطر موجود في كل سجون مصر. مش معقول ان في قرار يصدر من المجلس العسكري بالعفو وتخفيض المدد للنص لجميع المساجين في قضايا المخدرات، ونيجي عشان احنا مش معرفين في القانون نتيجه التعديل اللي حصل في سنه 89، مش معرفين المده الزمنيه بتاعت المؤبد قد ايه، مره نقول 20 مره نقول 25، فنيجي نفاجئ اللي كان واخد 10 يطلع بعد 5 سنين، واللي واخده مؤبد بقى لها 22 سنه لسه سنه محبوسه. انا بعمل رساله بوجهها من خلال برنامج 90 دقيقه لسياده المشير محمد حسين طنطاوي، للدكتور كمال الجنزور رئيس مجلس الوزراء، لمجلس الشعب. المطلوب تعديل هذا القانون فورا عشان خاطر هؤلاء الناس الغلابه، اذنبوا وغلطوا وخدوا جزائهم خلاص، بقى لهم اكثر من 20 سنه محبوسين. انا الاوان اذا كانت الدوله فعلا جادة في موضوع العفو اللي بتديه لنص المدة لجميع المساجين، أن يطبق عليهم هذا العفو، وأن أيضا يتم تحديد مدة زمنية للسجن المؤبد، وبناء عليها يتم تحديد المدة الزمنية اللي هم يخرجوا من السجن. أنا بشكركم جدا، وده كان تقرير تعمدت ننزل فيه بنفسي في 90 دقيقة عشان أقدمه لحضراتكم من داخل سجن القناطر للنساء. شكرا. الحقيقه الاوضاع هناك يعني الناس دي فعلا يعني تستحق ان مجلس الشعب يطالب فورا بتعديل الماده 33 و34 الصادره في عام 89. لازم نحدد المده الزمنيه لما يخص عقوبه المؤبد. زمان لغايه قبل عام 89 كان المؤبد يعني 25 سنه، فكان يخرج في نص المده تلتين المده. دلوقتي المؤبد بعد تعديل القانون في عام 89 اصبح مدى الحياه. طب زي ما شفتوا حضراتكم، ستات كلهم فوق السبعينات، واقل واحده قاعده 20 21 سنه، وكل الناس انطبق عليهم العفو فيما يخص نص المده ما عدا اللي واخدين مؤبد. عشان كده انا يعني اؤكد دعوتي اللي قلتها هناك من داخل السجن، ارجو ان السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان ينظر بعين الرأفه لهؤلاء المسجونات والمساجين الموجودين في جميع سجون مصر، لان الماده محتاجه تعديل. سياده المشير، الماده ماده فضفاضه، المؤبد غير واضح المعالم، اصبح مدى الحياه. سيادتك تكرمت قبل كده وخفضت العقوبات للنص فيما يخص جميع المساجين عدا هؤلاء، لان الماده بتاعتهم بتقول مؤبد مدى الحياه. محتاجين توضيح لهذه الماده عشان اللي تخرج يعني مش معقوله تاخد 10 سنين تاخد اعفاء بعد 5 سنين، ولو واخده 25 سنه او واخده مؤبد تقعد 22 سنه و23 سنه
بالشكل ده من غير ما يخرجوا مفيش ابدا سجن مدى الحياه. هما غلطوا ودفعوا ثمن غلطتهم، لكن يجب كمان ان المجتمع المصري طالما اصدر قرار موصل من قبل المجلس العسكري موصل من قبل البرلمان لازم يطبق على الجميع، يبقى العفو على الجميع فيما يخص العقوبات. اذا هننزل نص المده لكافه العقوبات في قضايا المخدرات ننزلها ايضا بالنسبه للواخدين مؤبد. الانسانيه بتقول كده، مش معقول الناس دول يموتوا في السجن. مصر كان فيها النهارده احداث كتيره ووقفات وتصريحات مهمه. في نشره احوال مصر هنشوف ايه اللي حصل النهارده، وبعد نشره احوال مصر نستقبل ضيفنا النهارده الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله في حوار اللحظات الحرجه. الفقره الثانيه هتكون مع الداعيه الاسلامي مصطفى حسني والتجربه العمريه، ارجوكم تابعونا. العشرات من طلاب جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تظاهروا أمام مقر مجلس الشعب بعد خروجهم في مسيرة انطلقت من أمام مقر جامعة القاهرة إلى مقر المجلس للمطالبة بإلغاء لائحة 79 والمعروفة بلائحة أمن الدولة. طالب المتظاهرون بإقالة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي لموافقته واعتماد لائحة جديدة أو إقرار لائحة 76. المجلس الاستشاري أعلن رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور، وطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري لوضع ضوابط ومعايير لاختيار المشاركين في الجمعية. المجلس الاستشاري من مأمورياته في مثل هذه الظروف الحالكة إنه يتدخل من أجل تصحيح الأخطاء وضبطها، وأن يقدم للمجلس الاستشاري رؤيته، المجلس العسكري رؤيته في إصلاح شؤون البلاد. هناك مشكلة في مصر الآن، هذه المشكلة تتطلب تدخل عاجل وسريع وحاسم يدخل في اختصاص المجلس العسكري. هذا الذي طالبنا به يدخل في اختصاص المجلس بلا جدال، لأنه القائم بأعمال إدارة شؤون البلاد ورئاسة الدولة، وهو رئيس الجمهورية الفعلي طبقا للدستور أو طبقا لإعلان الدستور. الشرطة العسكرية تمكنت من فتح طريق السويس القاهرة بعد إنهاء مظاهرة لشباب الخريجين أمام مقر قيادة الجيش الثالث الميداني بطريق السويس. محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة إلى جلسة الخامس من مايو المقبل لمناقشة شهود الإثبات. محكمة جنايات شمال القاهرة قضت غيابيا على الناقد الرياضي علاء صادق بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20,000 جنيه وتعويض مدني مؤقت 5,001، وذلك لاتهامه بسب وقذف حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. نيابة الأموال العامة بدأت صباح اليوم التحقيق في 12 بلاغا مقدمة ضد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق في قضايا إهدار المال العام والفساد داخل قطاعات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار. اقتحم مسلحون مستشفى البنك الأهلي وقتلوا طالبا تسبب في وفاة ابنهم بالطريق الخطأ بعد أن صدمه بسيارته أثناء عبوره طريق الأوتوستراد. محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين واصلت جلسات المحاكمة في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد الأردني الجنسية وضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت إلى داخل إسرائيل. المتهم اتهم نجيب سويرس من داخل قفص المحكمة بالهروب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطها في القضية وتمت المغافلة عنها. بعد يومين من قطع طريق أسوان أبو سمبل واحتجاز أفواج سياحية، قرر مصطفى السيد محافظ أسوان تشكيل لجنة ثلاثية من الري وهيئة تنمية بحيرة ناصر والوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل لاحتواء أزمة انخفاض منسوب مياه الري بترعة قرية الخريجين بمدينة أبو سمبل السياحية.